أمس تكلمنا عن صفة الوجود وأثبتنا بالأدلة أن الله موجود لا شك في ذلك. واليوم ننتقل إلى الكلام عن صفة أخرى من صفات مولانا تبارك في علاه، إنها صفة القدم. الله قديم، يعني لا أول لوجوده وليس قبله أحد. القدم معناه أن الله هو الأول فلا شيء قبله. ولذلك لما بيسأل سيدنا الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه بيقول له: يا إمام، ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال لهم: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. سمعتون الصلاة على النبي محمد يا رجال؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبقى الصفة الأولى من صفات الله الوجود. الصفة الثانية من صفات الله القدم. ومعنى القدم يعني أن الله هو الأول فلا شيء قبله. معنى القدم إن الله هو الأول فلا شيء قبله. يبقى لما يجي واحد معاند أو مجادل أو مكابر يقول لك: من الذي خلق الله؟ لا، تقول له: ما تفكرش بعقلك الصغير، فكر بعقل كبير عن كده. هو ربنا سبق عدم عشان يقول لواحد تعالى اخلقني؟ ده ربنا هو الاول فلا شيء قبله، يبقى هو كان معدوم. ده ما سبقش وجود وعدم، ده هو الاول فلا شيء قبله، اذا فهو موجد كل شيء وليس في حاجة الى شيء. بس مسألة. ولذلك لما كان يجي واحد يسأل سيدنا النبي محمد هذا السؤال كان يقول له: قل آمنت بالله، فإذا جاءك الشيطان وألقى في نفسك هذا الوهم فاقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. يبقى إذن أنا أسألك أقول لك من اللي خلقك، وأنت تسألني تقول لي من اللي خلقك، لأن إحنا سبق وجودنا عدم. واحد من 30 سنة ما كانش موجود، واحد من 40 سنة ما كانش موجود، يبقى من اللي أخرجه من العدم إلى الوجود؟ الله. إنما ربنا لم يسبق وجوده عدم، لأنه هو الأول فلا شيء قبله. إذن هو واجب الوجود لذاته، خالق كل شيء ومبدع كل شيء، هو الأول فلا شيء قبله. ولذلك سألوا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وصلى الله وسلم على ابن عمه محمد، بيقول له ايه؟ يا علي، ما الدليل على وجود الله؟ قال لهم: ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده؟
قال لا امتى غاب عشان تسألوا لي تقولوا انت ده هو موجود ازلا وابدا موجود قديما لم يسبق وجوده عدا. تبقى الشمس طالعه وتقول لي ما الدليل على وجود الشمس بالصلها السماء فوقك وتقول لي ما الدليل على وجود السماء بالصلها يبقى الله ما غاب ابدا حتى يسال عن وجوده قديم فلا اول لوجوده خالق الاكوان ومبدئ الانسان كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومدفع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. ما تسمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد.